فعالية المهرجان مشاركين بها في فيلم أنيماليا لإخراج صوفيا العلوي اللي غادي يتقدم غدا إن شاء الله مع 4:30، وكنتمنى أنه يكون مستوى مستوى تطلعاتنا حنا وعلى الجمهور، وهذا أولا حضوري للمهرجان. وأنا دائما كنكون سعيدة من كنكون باغمي لي زانفيتي ديال المهرجان، لأن عرفتي مهرجان دولي القيمة الفنية اللي كيحمل والثقافية، وكنكونوا سعداء أننا نحضروا. ماشي سيت كوم، ماشي سيت كوم، لا كوميدي ولكن ماشي، لا انا ما تخليتش، انا تخليت على سيت كوم لان اللي ما يكونش عندي فيه دور فاعل وما غنكونش. قلت لهم انا ما بغيتش سيت كومات اللي نفتعل فيهم الضحك واللي نقلبوا كلنا اننا نضحكوا، انا بغيت سيت كوم اللي يكون عنده حدث، يكون عنده ايستواغ، ويكون الفنان الكوميديان اللي هو كوميديان ياخذ داك الدور على عاتقه، وحنا رحنا خدامين، لان انا خدامين في زنقه السعاده، هذا هو الشالنج اللي كان، اننا كنا مع الكوميديانات كبار ولكن حنا كنا كنلعبوا ادوارنا، وجا داك الميلونج زوين، وجا داك يعني داك التركيبه جات زوينه، حيت ما يمكنش كلشي يضحك، ما يمكن ليناش كنا نقلبوا اننا نضحكوا، كنا هذا العيب اللي كان عيبنا على السيت كومات. والله تخليت عليهم امتى؟ ما فراسيش بصح وهما الاعمال المغربيه دابا خذات بلاصتها مع هذا الزخم اللي ولا ديال الانتاجات، ومع تطور الدراما المغربيه والتطور اللي كيحصل على مستوى يعني الاداء، على مستوى الاخراج، على مستوى الانتاج تقنيا، تنظن ما كنظنش ان المسلسلات المدبلجه غتنافسنا هنا في المغرب. انا علاش حنا خرجنا على برا في دبي وفي الامارات وكانت الدبلجه لصالحنا؟ انا ما عرفتش، زعما كاينين الناس كيبغيو هذه المسلسلات، كاينين الناس اللي كيتفرجوا، كاينين الناس اللي ما عرفتش الاختيارات كيفاش وكيفاش التخلي عليهم، مي حنا متواجدين، ما المنافسه زوينه، المنافسه زوينه. ما اولا كنهنيهم وكنهني على الجديه والاجتهاد ديالو، لان ماشي سهل انه يرجع هذا الرجعه، وماشي سهل انه يوقف على رجليه، وماشي سهل على بزاف الحوايج، ولكن ثبت ان سعد المجرد فنان عالمي ومبروك ليه، واعماله كلها راكم كتشوفوها كتشهد على اجتهاده وعلى اختياره الجيد للكلمات، الالحان، التوزيع، ويا ربي يستمر هكا. وما عرفت انا ما ان شاء الله كاين الخير، كاين مازال محدي، مازال ما مضيتش، ما نهضرش على العمل، وكاين عمل ولكن مازال ما سميتش. العفو، مرحبا.